السلام عليكم، مرحبا بكم، مبروك عليكم رمضان. اليوم عندنا اول يوم في رمضان. اليوم غادي نقدموا في مائده الافطار ديالنا هاد لي سوشون معمرين بالتون والسبيناكا على جوج حشوات، اولا امباناديه، كنقولوا لهم هنا امباناديه معمرين بالتون والسبيناكا، رائعين في مائده الافطار ديالنا لشهر رمضان. بغيتوا تعرفوا الطريقه؟ يلا معايا نشوفوا كيفاش نحضروهم. دونك ندخلوا مباشره في المقادير اللي غادي نحتاجو. اولا غادي نقول لكم المقادير ديال العجينه. العجينه باش نحضروا امباناديس اولا لي سوشون، غنحتاجو ما بين 450 غرام حتى 500 غرام ديال الطحين اللي عندكم، سواء دقيق ممتاز اولا طحين ديال فوارسه ولا طحين عادي اللي عندكم. غادي نحتاج بيضه، غادي نحتاج 250 حتى 250 ملل ديال الماء، غنحتاج واحد القبصه ديال الملحه، وغادي نحتاج الزبده مخلطه هنا عندي مع الزيت ما بين 50 حتى 80 غرام ديال هذه باش تجينا لاباط رطبه، وغادي نحتاج بيضه. هذا فيما يخص العجينه. غادي نملا انا لي سوشون ديالي، غنقرب لكم هنا باش تشوفوا لي سوشون ديالي، غادي نديرهم بجوج حشوات مختلفه باش كاع العائله تاكل. الحشوه الاولى غادي نحتاج ليها الزيتون، هنايا قررت واحد جوج حتى ثلاثه المعالق مقردين، عندي جوج بيضات مسلوقين، عندي جوج لاطات ديال التون، انا عندي هذا كيعجبني ديال الزيت ولكن صفيته تماما من الزيت. ولاصوص طوماط، لاصوص اللي استعملت هذه طوماطي فريتو اللي عندكم، الا عندكم سينا سكر هو احسن، انا درت هنا جوج حتى ثلاثه على حسب الخليط اللي غادي نخلط. هذه الحشوه الاولى. الحشوه الثانيه عندي هنايا واحد 150 غرام حتى 200 غرام ديال لي زيبينار، سوطيتهم في شويه ديال المعدنوس والقزبر والثومه، درت لهم زويته بلديه مليحه، شويه الكمون، ودرت لهم شويه الحاره. غادي نزيد معاهم الزرارع ديال القرعه والزريعه نوارة الشمس، وهادو عندي انا ما فيهم لا ملحه ولا والو لا زيت، غير سوطيتهم سخنتهم شويه في المقله باش يجيو مقرملين. وغادي نحتاج واحد هكا جوج 50 غرام 80 غرام ديال الفروماج غيا، الفروماج اللي عندكم. دونك على بركه الله نبداو العجينه ديالنا. غادي ندير هيا انا في العجانه ترموميكس كما بغيتو، بغيتو تعجنوها باليد راه ساهله مهله. غادي نخلط الطحين مع الزبيده والمليحه، وغادي نخدمهم شويه حتى يتبسس لي ديك الزيت، وغادي نزيد الماء ونزيد البيضه ونبدا كنشوف العجينه. خصها تجينا بحال العجينه، تجي رطبه ومرخيه باش ما تعذبناش في الخدمه ديالها. صافي البنات ها نتوما راه كتجي رطيطبه معنا ها نتوما، باش نقدو نخدموها ساهله مهله ما تعذبناش في، نخليها هنا ترتاح غير على ما وجدنا
على ما وجدنا العماره. ها نتوما راه كيبقى لاصق هنايا شويه ولكن كنخاف نقطع يدي، معليش. صافي نخليها ترتاح هنا شويه على ما نخلطوا دابا المقادير كامله. ها نتوما البنات، حتى انا درت المقروط كيف ما درتو الاخت ديالي، ولكن انا درتو بالمريشمط اللي عندي في الدار والبنيته باش يعجبوها. بيست ويشز. صافي غادي نقليه، درت غير كميه قليله وفاش يتسالى نعاود له غادي نقليه ونطفيه في العسل بلا ما نوريكم، بلا ما نصور. راه الاخت ديالي دابتو في القناه، رجعوا له للقناه وغادي تشوفوه. صافي البنات دابا غادي نبدا بالعماره الاوليه. نتوما راه كنقطعو انا كامل، غادي نفرد الدقيق من هنا. نديرو غير اللي غادي ناكلو باش يتنكلو في مرة، ما تبقاش الماكلة تضيع. هادو لي سوشون معمرين بالطون كيعجبو لبنتي. الفريم بلي زيبينار باش غادي نزيد هنا البيض. غادي نزيد الزيتون. غادي نزيد لاصوص، نديروها كاملة باش تخلطنا كاع ديك، باش يتخلطولنا كاع دوك المقادير ما تجيش يابسة الحشوة. ونخلطو غير بشويه بلا ما نعجنو، غير نخلطو باش ما ي... باش يبقاو لنا داك البيض طروفة والتون يبقى طروفة. هانتوما كمية قليلة ماشي كتيرة، اللي على حسب العائلة، ما ماشي كل واحد. هانتوما هادي غادي نخليها على جانب. دابا الحشبة الأخرى هاي عندي هنايا لي زيبينار سوطي. غادي نزيد الزرارة، الزرارة راه بلا ما نقولكم الفوائد ديالهم البنات صحيحين بزاف. وغادي نزيد هاد الفرماج. كيبقى لكم الاختيار، لأن الحشوات شوية تكون صحية ما أمكن. عفوا كان خصني ناخد جبانية كبيرة لكن معليش. صافي باش نبقاو نهزو غير القياس اللي غادي نديرو في الحشوة في العجينة تجي زوينة. بطبيعة الحال اللي كيعجبوه اللي ما عندوش لي زيبينا يدير السلك او لا يدير البقوله، المهم انها تكون اوراق خضراء لان راه غنيه بالمعادن ولا فيتامين سي وغنيه بالبروتينات. لي زيبينار غنيين مفيدين بزاف. ودابا يلا نمروا كيفاش نديروا العجينه ديالنا. صافي البنات كنديروا شويه ديال الطحين هنا. نبداو بالنص الاولي بعدا، حنا غادي نديرهم صغيرين بزاف. عفوا نهبط باش تشوفو. العجينة كتعطينا الطوع. كيجيو زوينين نشربوهم مع اتاي في مائدة الافطار اليوم على بركة الله. ان شاء الله اول نهار عندنا في رمضان
الله يعطينا الصحه والسلامه نكملوه. صافي غادي نكمل حتى نسالي الكويره. صافي البنات كنقرص، راه كيتقرصوا بسهوله حتى كيعطيونا قطوعها نتوما. تخليوها على هاد الحجم، ما تجي ما غليظه ما رقيقه. بغيتو تستعملوا هاد العيبات ديال لي سوشون ديروهم. انا كندير كنخدم بهادو مباشره كنخدم، ماشي مشكل. غير فكره عطيتها لكم. صافي غادي نلوي هكا ونزير بالثاني دور. البنات كيجي الشكل ديالهم زوين وكيجي بناني هانتوما. نعاود معاكم واحده اخرى وساهلين، نديرو كميه قليله ما نوحلوش فيها دغيا دغيا. مع كتعرفوا ماشي الغرض في رمضان نجلسو نهار كامل في الكوزينه. وجيت 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 في الشهيوات العيالات الله يحسن العام كيبقاو قيالين في الكوزينه. ثم غادي ندير في الحشوه الاخرى. نهز القياس اللي غادي ندير. هاد الحشوه كتجي زوينه البنات. القياس هانتوما صافي وغادي نسد. غادي نبرك عليها بالتاني دور باش كنشدو الحوايج اللي كيتحلوش في الفران. صافي البنات حنا كيعجبونا هكا في هذا الحجم ديال اليد تاكلي جوج حبات. صافي الواحد كيتبارك الله كيشبع. صافي غادي نستمر هاد الحبيبات اللي بقاو ليا ونديرهم في الفران وهانتوما معايا. صافي ندهنوه بالبيض البنات باش يتحمر يجي زوين. الحشوه راها طايبه غير العجينه وصافي. ديروه في الفران على حراره المطبخ، على حراره 150 درجه من الفوق ومن التحت، ونبداو كنشوفوه تحمر نحيدوه. مازال خاصو نزيدو له الوقت. ها نص كيلو هادشي اللي خرج لي صوينيه ونص، خير والبركه. وحشوات صحيه وما نقليوهاش في الزيت. نورمالمون لي بانادية كيقليوها في الزيت، حنا نديروها في الفران. صافي البنات وانا غادي نجبدو من الفران. ها هما وجدو، واحد الريحه غزاله ديال الطوم ديال السبيناك غزاله كتخرج من الفران مع انا صايمه. صافي هادو الاخرين غادي نخليهم هنايا، غادي نخليهم يزيدو طياب. وهو هذا البنات، نخليكم في امان الله. الفيديو اخر ان شاء الله. مائدة ديالنا الأول نهار في رمضان عادية بسيطة. الله يرزقنا الصحة والسلامة في هذا الشهر الكريم. وهو هذا، ما تنساوش تشيروا بلايك وتخليوا لنا الكومنتار إلى عجبكم الفيديو. ومع السلامة.